السلام عليكم. نصيحة لحجاج بيت الله الحرام اللي عندهم مشاكل مزمنة مثل مشاكل شريان القلب، مشاكل كسل بعضلة القلب، مشاكل ارتفاع بالضغط الشرياني، مشاكل الكلى المزمنة، مشاكل الرواية، مشاكل الأمعاء المزمنة والمفاصل، اللي بيتناولوا أدوية بشكل مزمن، أنهم يحضروا أدويتهم قبل ما يروحوا على الحاج، يتأكدوا أنه الكمية اللي عم ياخدوها هي كمية مناسبة للفترة اللي بدهم يقعدوها بالحاج، وحتى لأيام زيادة لا سمح الله إذا اضطروا يبقوا فترة أطول. كتير مهم أنهم يراجعوا الطبيب قبل بضعة أيام، يعطيهم تقرير مختصر عن وضعهم الصحي وحالتهم وشو هي الأمراض اللي بيشكوا منها والأسماء العلمية للدواء. كتير مهم يكون معهم الأسماء العلمية للدواء، وهيدي الصيدلاني أو الطبيب المتابع هو اللي بيكتبها. نحن بننصحهم كمان أنهم يحافظوا على الدواء بمكان بعيد عن الشمس، أشعة الشمس، وبعيد عن الرطوبة، بضمن علب مخصصة للحفاظ على الدواء. ما بننصحهم أبداً أنه يفتحوا الدواء إلا ساعة اللي بدهم يتناولوا حبة الدواء، ما يفتحوها ويخلوها عرضة للهواء أو عرضة لأشعة الشمس أو عرضة للرطوبة. الدواء لازم دايماً يضل بالعلبة المخصصة لإله، والحاج الكريم يفتح الدواء حصراً بالوقت اللي هو بده يتناول الدواء فيه، حفاظاً على فعالية الدواء لحتى الحاج يحافظ على صحته وسلامته.